عمرو موسى كان لديه مبادرة في الجامعة العربية تتحدث عن تحالف الجامعة العربية أو الدول العربية مع تركيا وإيران. هذه المبادرة لم تلقى قبولاً بالنسبة للسعودية ومصر وبعض الدول. وش كنت تقصد بالمبادرة؟ ما حصلش، مش دي المبادرة. وده هو الإعلام العربي يجب يكون دقيق. جميل. ما يمكنش، ما فيش حاجة اسمها تحالف مع تركيا وإيران. إيش كانت المبادرة؟ هذه المبادرة اسمها مبادرة الجوار العربي، إنشاء رابطة الجوار العربي. رابطة الجوار العربي فيه دول إفريقية عديدة، جنوب المغرب العربي وشمال إفريقيا، حول القرن الإفريقي، وفي آسيا وفي غرب آسيا، تركيا وإيران وإسرائيل، ثلاثة. لا، ضروري تعد مين هم الجوار العربي. في ذلك الوقت لم يكن هناك مشكلة أو مشاكل مع تركيا. سنة 2010 في مشاكل طبعا مع إيران، مع الخليج ومع سياستها الإقليمية، والمشكلة مع إسرائيل، فلسطين والأرض المحتلة. وقلت إنه هذه الرابطة تجعل 22 دولة عربية 44 دولة بيجلسوا سويا، وإنه هذا لا يعني أن إحنا نلغي اجتماعات الجامعة العربية. بالعكس، اجتماعات الجامعة العربية تتم، ثم في اليوم الثاني التالي بندعو الدول الإفريقية والمتوسطية، منها مالطا ومنها قبرص، وغرب آسيا وإفريقيا منها إثيوبيا وغيره، كلهم يحضروا، ويبقى في تفاعل ما بين الدول العربية ودول الجوار العربي، إفريقية أو آسيوية أو متوسطية، بل ربما ننظر في المستقبل في دول جنوب أوروبا. إلا أنه، كل ده في المبادرة، إلا أنه بالنسبة لإسرائيل وإيران يجب أن يكون لها مسار مختلف. الهدف هو أن احنا نأتي بهم، إنما كيف نأتي بإسرائيل بدون تسوية القضية الفلسطينية والجولان؟ كيف نأتي بإيران والوضع على ما هو عليه، والجزر الإماراتية وغيره؟ إذن لا، وطبعا الجزر الإماراتية وموقفها من المبادرة العربية لحل المشكلة الفلسطينية. فلابد أن نبدأ بدعوة إيران إلى إعادة النظر في سياساتها، وممكن أن نتكلم في هذا معها. جميل. يعني يبقى فيها. وبالنسبة لإسرائيل، إذا كانت مستعدة لحل القضية الفلسطينية أخذا في الاعتبار الموقف العربي كما عبرت عنه المبادرة العربية، يبقى في سكة. هذه هي المبادرة. إنما الرئيس مبارك اعترض من الأول، والملك عبد الله اعترض وسألني، دعاني نروح، رحت له وقابلت الملك عبد الله. هو ما كانش موجود في القمة دي، كان الأمير سعود، ورحت له، كان الأمير سعود موجود. شو قال لك؟ وبن حلي كان موجود، وكل يعني ما كنتش. قال لي يا عمرو، هل من حق أمين عام الجامعة العربية أن يقترح مثل هذه الأمور؟ قلت له جلالة الملك، طبعا من حقه، لأنه هو بيعرض وأنتم لكم القرار. طيب، لم يزد عن ذلك الحقيقة. أمين عام الجامعة العربية من حقه أن يقول، يقترح، يضع أمام تقدر تقول طب أنت ما تشاورتش معهم ليه؟ لو تشاورت في مثل هذه الأمور مش هتمشي. يقولك اوعى اوعى تعمل، خلاص انتهى. إنما أحيانا لابد تضعهم أمام أمر واقع، تقول له ضروري نصلح الحتة دي.